كبيرة من المواطنين. لو تشوفوا حالة السيدة دي، يعني الحمد لله يعني ربنا نجاها، لكن بإصابات في منتهى الخطورة. العربية دستها، وهنا حتى نص وشها طار. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. لكن أهلها عندهم إحساس بأن العدالة ضائعة وأن مفيش حد بياخد لهم حقهم. تعالوا نشوف الفيديو يعني اللي تم الحصول عليه، وهتشوفوا السيارة ازاي سحلتها وهي معاها ابنها الرضيع حضناه. يعني مشهد مأساوي لك أن تتخيله يعني. ونشوف ايه اللي حصل فيه، وهل حصل تحقيق ولا لا، وهل حصل في النيابة حققت وفي محضر شرطة ولا لا، ايه اللي حصل بالظبط. هنا المشهد طبعا العربية كانت توقفت وهي تحت لعجلاتها، كانت بتحتضن طفلها الرضيع. خلينا نسأل واحنا شايفين المشهد كده الأستاذ أحمد متولي زوجها. يا أستاذ أحمد أهلا بيك، أهلا بيك يا فندم. ربنا يقومها لك بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. قول لي، هي ده فين؟ في المنصورة؟ ده في المنصورة يا فندم، في محيط شارع عبد السلام عارف، أمام مول عوض الله، أمام منزلي. طيب هي كانت ماشية وشايلة ابنها الرضيع مش كده؟ أيوة يا فندم، كانت رايحة تسافر عشان تديله جلسة استنشاق. لا الصوت بس نحاول نصلحه يا جماعة شوية، أنا مش سامع كويس. كانت رايحة تسعفه عشان تديله جلسة استنشاق. جلسة استنشاق. طيب قول لي ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انا ما اعرفش اللي حصل، اللي حصل موجود عندك في الفيديو. هو جرم مشهود قدام العالم كله، جرم مشهود قدام النائب العام، جرم مشهود قدام اعلى قضاء، اعلى قضاء في الدولة. يدينا حق المطالبة بعدالة، يدينا حق ايه ده يا استاذ احمد؟ عشان نحاول احنا يعني بنحاول ان احنا، طب ايه ده يا استاذ احمد؟ 2030 يا استاذ وائل. طيب ما انا عشان نوصل صوتك بس، ما هو احنا عايزين القصاص العادل زي ما انت عايز يعني، واحنا معاك في ده، بس عشان صوتك يوصل للناس، لان مش انا حتى مش سامع كويس. قول لي انت اللي عمل كده يعني تمكن من الهروب؟ تتمكن من الهروب ليه يا فندم؟ عشان سوء اداره يا فندم في المنظمه يا فندم، سوء اداره في منظمه، في منظمه محافظه الدقهليه يا فندم. في مزرعته في محافظة دقهلية. لما سلم يا فندم جاني بعربيه في الجنين، متواجد ومتمركز في ميدان. طب ايه ده والله ما انا سامعك يا استاذ احمد. انت مش انت عايز تخدم قضيتك العادله واحنا معاك؟ ما خلينا نسمعك عشان المسؤولين كمان يسمعوك، كل المعنيين بالقضيه يسمعوك، سواء في الدوائر القضائيه او في الدوائر السياسيه، يعني نشوف ازاي يتم القبض على الجاني. قول لي بس انت عملت محضر؟ عملت محضر يا فندم بالواقعه، وفي يا فندم شهود عيان، وفي شهود عيان يا فندم اماكن مخصصه وفي يا فندم ده انا عندي حي كامل، حي كامل شاهد ان هو بيسحبها. الناس بتقول له ارحمها كفايه، ده ماتت، ده ماتت هي وعيلها، ارحمها كفايه، ده ماتت هي وعيلها. يا قطاع مصر يعني، هو قاعد يسحلها مده طويله يعني. مده طويله بس يا فندم بشهد الشهود في شارع عبد السلام عارف امام وحوض الله. فرغ يا فندم الفيديوهات، فرغ يا فندم الفيديوهات اللي في محافظه الدقهليه. يا سياده النائب العام، يا استاذ احمد ايه؟ طب ايه ده؟ انا مقدر انفعالك، بس يا استاذ احمد خلينا نساعدك ونساعدها. طيب احنا طبعا يا جماعه الاستاذ احمد متولي عمل محضر، النيابه حققت. لما يلاقي ان الجاني قاعد في مزرعته زي ما هو بيقول ولم يتم التحقيق معاه، يعني هنا من حقه انه يستغيث بهذا الشكل يعني. احنا شايفين طبعا مشهد مأساوي يعني، لانه هي شايله طفلها الرضيع، وهنا بقى التحقيقات تاخد مجراها والنيابه تحدد يعني. لكن طول ما يبقى في احساس عند الاسره ان مفيش حد استدعى الجاني يعني، فيعني اثق انه بعد اللي احنا شفناه ده هيتم التحقيق بجديه في القضيه. استاذ احمد عايز تقول حاجه تانية بسرعه وبهدوء؟ بسرعة وبهدوء.
بهدوء بس شديد، علشان انا مقدر الامك، بس انا عايز ان عايز ان انه ان صوتك يصل للمسؤولين. اذا في مسؤول متستر. حاضر يا استاذ وائل، مش عايز تسمعني. اتفضل. مش فاكر ان انت تسمعني. انا بسمعك والله، بس انا مش سامعك نتيجه الانفعال العالي. بس اي ضوء يا استاذ وائل، انت بتحط قضيتك تحت اي ضوء؟ ايه؟ انا بطالب باعدامه يا استاذ وائل. يا استاذ وائل انا بطالب باعدامه. هو حاول يسافر يا استاذ وائل، وانا حاول يسيبها لي سليمه يا استاذ وائل. يا استاذ وائل هو جه علينا الزمن يا استاذ وائل، اللي نلاقي فيه الراجل بيبكي والست فيه بتسحل والطفل بتاع العجله موجود قدامك يقتل، ومفيش مسؤول في مصر حتى دلوقتي يسال عن صوتي وحتى في المنصوره يا سياده النائب. طيب استاذ احمد، استاذ احمد ان شاء الله صوتك هيوصل، واحساس المظلوم بان حقه بيضيع، انا واثق انه النائب العام المستشار نبيل صادق هو دايما بيعتبر انه كل ما يبث هو بمثابه بلاغ للنائب العام، والبلاغ موجود اصلا، يعني فيه هم عملوا بلاغ وبيتم التحقيق فيه. انا طبعا مقدر انفعاله، جايز مش سامعين شويه بسبب الانفعال الشديد، لكن هو انفعال بحجم المأساة، يعني مأساة دامية.